في مشهد يعكس الخلافات ما بين الأحزاب العربية خاصة وبين مركبات القائمة المشتركة. أطلقت الأحزاب الثلاثة في المشتركة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، الحركة العربية للتغيير، التجمع الوطني الديمقراطي حملات دعائية انتخابية منفردة، إذ شوهدت لافتات للأحزاب المذكورة على مفترقات رئيسية. الجبهة اختارت شعار طريقنا واضح، فيما اختارت العربية للتغيير شعار مش طحين حكي. اختار التجمع الوطني الديمقراطي شعار عودة الصوت الوطني. وإذا هذا المشهد يطرح السؤال، هل انتهت القائمة المشتركة أم أن الأمر نوع من الضغط من طرف كل واحد من المركبات تجاه شركائه في القائمة؟ للحديث عن هذه القضايا انضم إلينا في الاستوديو ماجد صعابني ناشط سياسي واجتماعي، ونمر غانم عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي العربي. أهلا وسهلا بكما. أريد أن أبدأ معك أستاذ نمر غانم بصفتك عضوا في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي العربي. الزميل شحادي عازم نشر خبرا في موقع بنت مؤخرا عن أن هنالك مشاورات بين الحزب الذي تنتمي إليه والتجمع لفحص إمكانية خوض الانتخابات بقائمة تحالفية. إلى أين وصلت هذه المشاورات؟ بدون شك أن هناك اتصالات. مساء الخير أولا لك ولجميع المشاهدين ولأخونا أبو العابد طبعا في هذا المساء. بدون شك أن هناك في يعني حتى فترة تقديم القوائم هناك في مشاورات، وبدون شك نحن في الحزب الديمقراطي العربي هدفنا الوحيد أولا أن نحافظ على الوحدة ولم الشمل. بدون شك أنه في هناك اتصالات طبعا إذا هناك صار في انشقاقات في المشتركة، وإحنا طبعا لنا في الحزب الديمقراطي العربي ناس مركزين ومؤثرين، ونحن وأبو العبد طبعا يعرف ذلك ويعرف ذلك، نحن نؤيد الوحدة لكل الأحزاب العربية، نحن نؤيد أن تكون مشتركة لكل مركبات الحزب الديمقراطي العربي. ولكن إذا كان هناك في تشككات وإذا كان هناك في طبعا كل حزب يختار طريقه، بدون شك أن هناك في اتصالات. أنا أعتقد في الوضع الحالي إذا هناك تجمع انشق عن المشترك اليوم في خطر على كل القوائم العربية. إذا بنلاحظ الاستطلاعات الأخيرة فتح الله بقول لك أنه المعطيات الأخيرة تشير على أنه 39% نسبة مصوتين سيكونوا في الوسط العربي، مقعد ونص للليكود، بس الليكود من الوسط العربي، من الوسط. هكذا الإحساس 15% رايح يروح للأحزاب العربية، يعني بصفة من 34%، يعني الأحزاب العربية اليوم تمثل 24% من الوسط العربي، يعني 76% لا تثق بهذه القيادات. 240 صوت. اسمح لي أبو، يعني 76% لا يروا بهذه القيادة، هي قيادة تمثل وضعنا السياسي ولا يعيدنا حساباتهم. يعني انشغالهم اليوم بدل ما نوجه البوصلة على قضايانا وعلى حدث ماذا يحدث في اليمين، سموتريتش وبن كبير على فنجان سبريسو في كساريا. ولكن أنت جمعهم. أنكم الحزب الديمقراطي العربي تريدون الوحدة؟ نحن نؤيد الوحدة، ولكن إذا هناك صار انشقاقات أحنا. ولكن أنت ترى اللافتات على الشوارع، كل حزب بدأ يروج لنفسه بشكل أنا مستقل. بتأمل أنا كل بأمل أنه يكون هناك وحدة صف، ولكن أنا أشير كأنه هذه اللافتات أقول جهة ثانية. أجل الوقت كل حزب يفوت انتخابات لحاله، نشوف كل وزن كل حزب لحاله شو بسوى، بلاش نظل كل واحد يعمل عضلات على الآخر. اليوم إحنا في وضع في 2019 لما كانت مشتركة لما كل الأحزاب وصلنا 15 مقعد، اليوم تحكي أنت قاعد على 10 بصعوبة. طب التراجع هذا يعني ما بعيد حساباتهم، بدل الانشغال وتوجيه البوصلة على قضايانا وعلى ما يحدث باليمين لم الشمل. اليوم نتنياهو قاعد في اليمين يعني يجمع بلم الشمل، ولكن احنا ننقصنا في الوسط العربي قيادة هيئة عليا اللي كانت لازم تملأ هذا الفراغ. الشعب فشل. اسمح لي لا لجنة المتابعة اللي تنظم العمل السياسي وتلزم هاي الأحزاب على أساس في إطار معين. يعني اليوم الخلافات هي خلينا واقعين النهج الوحيد اللي هو أيديولوجي، وأنا أقول لك بصراحة أنا مش منتمي لهاي الأحزاب، هو حزب التجمع هو الوحيد اللي صادق في نهجه وخطه السياسي، يعني لأنه هم فعلا في وقت التوصيف 2019 على جانس أعتقد أن اللافتات تتحدث بالفترة الأخيرة وكأنه لا يوجد قائمة مشتركة. سمعت تعقيبك، أريد أن أسمع تعقيب عضو الناشط السياسي ماجد صعبني. رأيت هذه اللافتات وكأنه لا توجد قائمة مشتركة. أولا قائمة مشتركة رح نطلع عليها، انتهت يعني حسب ما إحنا سمعنا اليوم في وسائل الإعلام، وكان في لقاء في إحدى المحطات الإذاعية كيف كان كلام طارس شحادي وكيف كان كلام واحد من العربية للتغيير وكيف كانت الجبهة ترد على هذا الشيء. فللأسف الشديد يعني
دائما الشعب بده الشفافية، بده الوضوح. طلعكش على الشعب، الشعب ذكي، الشعب بفشلش، القيادة بتفشل. اليوم لما بتيجي تسمع انهم مختلفين على اراء او على مبادئ، انا مش مصدقها. انا يعني عمليا انت تقول بالحرف الواحد مش مصدقها، مش مصدقها. مستقال بسبب هاي الامور وبعرف داخل الامور. طبعا انا كنت يعني شكلت في 2015 يعني كنت اعتز في هذا الشيء في بيتي، في بيته يعني أنا كنت في الناس كان اللي في الجماعه اللي كان يفوضوا بسم الله. لهذا السبب انا بقول لازم ان تكون واضحين مع الجمهور. اليوم شو الاختلاف؟ هل كان الاختلاف او الفجوه موجوده بين التجمع وبين الجبهه؟ على ايش؟ نوصي ما نوصيش؟ بقدر نقول بطل نوصي. ذكرت الجبهه. بنقول وتسمعني شوي، وبنقول اذا بيكمل واحد منهم على اقامه الدوله الفلسطينيه من ظهر البحر ولا على الاقصى ولا محياة المستوطنات بصوت له. بنكون ما هي مستحيلات. ليش ابو العبد مستحيلات؟ ولكن اسمعني شوي، ده الشرير الماضي. لما راحوا لما قصوا على جانس التجمع ما راحش معهم. شو مشكلة فوتو؟ إذا مش هذه المشكلة، إذا مش هذه المشكلة، المشكلة كيف توزع اليوم ثمان مقاعد اليوم الهرنقي العربي. ولكن أريد سماع رأيكم الآن، تعالنا أكمل معك. أنت يعني تقول هنا كل حزب، وتقول أنا المشتركة، أنت تقول أنا مشتركة، ليس لم تعد مشتركة هذا كتقول، والشعارات تقول كذلك أمور أخرى. مثلا جبهة بتقول طريقنا واضح، العربية مش طحن حكي، التجمع الديمقراطي بيقول عودة الصوت الوطني. ما معنى كل شعار من هذه الشعارات؟ بقدر تفسرها كل واحد زي ما بده. شو طحن حكي ولا طحن مي ولا العودة الوطنية؟ شو احنا مش وطنية يعني؟ يعني الموحدة مش اللي ضدهم يعني، او مش معهم يعني، مش وطنية يعني. في حدا اليوم بوزع وطنية على الثاني؟ ما حد بوزع، ولا بتمنى شو حدا وزع وطنية، ولا بوزع على حدا، ولا حدا بده يوزع على وطنية. الوطنية ان تعمل، تعمل وتحاول انك تعمل. والجبهة تقول طريقنا واضح، وطريقنا واضح. شو طريقنا واضح؟ انا مش فاهم شو طريقنا واضح. وين طريقنا واضح؟ فيش في ثلاث قوائم، في الاربع مركبات القائمة المشتركة سابقا ما حد طريقه واضح الا الموحدين. وماذا يقول ماذا يقول زميلك الاخ نمر غانم عن هذا الموضوع؟ نظري اذا طبعا المشتركة يعني تتفكك وتتشرذم، هذه الشعارات التي نراها ماذا تعقب عليها؟ أين انا اعقب ان هنا في أزمة في مركبات المشتركة وفي قيادة، في القيادة السياسية. إذا طبعا المشتركة ما بتكمل مشوارها في اللحم الموجودة، مش بس 9% سيتم تراجع كمان، سيعاقبهم الشارع العربي. الشارع العربي لا يرضى. من سيعاقب؟ المواطن العربي. 76% اليوم اللي هم ما لهم ثقة في هاي يعني الناس. أنت تقول المواطن العربي سيعاقب الأحزاب العربية؟ 76% اليوم اللي ما بدهمش يصوتوا، بقول لك بدناش نصل صنديق. عقاب على ايش؟ وصلنا 64-65% في 2019 15 مقعد، التراجع هذا 39% يعني 26%. في هناك سبب. اذا هناك الصراع، اذا الصراع معروف، وابو العبد كان عضو في لجنة الوفاق وانا كنت ضيف في بيته، وكان الصراع هناك مش ايديولوجي، الصراع هو بارف على تمويل تعال نسمع المحامي، على مراكز قوى. المحامي احمد دراوشي عضو المكتب السياسي في الحركة العربية للتغيير قال أمس في رد على سؤال لموقع بنت أن العربية للتغيير تقوم بدراسة كافة الخيارات بما فيها التحالفات الثنائية، خاصة أن الوقت يمر دون إحراز تقدم ملحوظ في الجهود لإعادة بناء المشتركة. وسؤالي ما هي الخيارات المتاحة أمام العربية للتغيير؟ العربية للتغيير بدون شك أنه اليوم إذا العربية للتغيير بتنزل لوحدها ما بعبروا نسبة الحسم، التجمع عليه خطر، الموحدة هي الوحيدة اليوم ممكن تجتاز. وما هي الخيارات العربية للتغيير؟ طبعا هنا في هنا طبعا الجبهة ما بتاخذ خطورة، ولا مش ممكن تخاطر انها تفوت انتخابات لوحدها، وكمان تجمع، فالتجمع بده ركيزة. وكمان الجبهة اعتقد انه كان في الماضي تحالف بين الجبهة والعربية للتغيير. اي ركيزة يا زلمة؟ ركيزة اليوم مش ب 10000 صوت. اسمح لي، الركيزة اليوم بده 70000 صوت. في الماضي كان لما انشقوا كانت الجبهة والعربية للتغيير فاتوا مع بعض، صح ولا صاروا مصر؟ مظبوط. صحيح. اذا اليوم الجبهة ما بتجرؤ انها تخاطر تفوت لحالها، حتى ال 10000 صوت ممكن هذول ما فوتلكش نسبة حسم. شو قاعد بتحكي لي؟ ال 1000 صوت ممكن اليوم تكون بدها فيه. ما تحكي الواضح واللي صاير واللي احنا شايفينه. انا بقول لك يوم سجل عندك تسجيل القوائم، اخر يوم اعاده تقديم القوائم في 15 ايلول، في يوم 15 ايلول زي ما صار في انتخابات ابريل 2019 بصير هاي المره. هذا السؤال بدي اوجهه لك اخ باجي. سوف يتضم ويقبلوا بيوم ليله 15 شهر الحركه العربيه للتغيير مع الجبهه، مع الجبهه الانضمام. هذا ما هذا اللي بقول لك اياه بدون عشان لكن... يرجعوش سان شويه، لانه في اليوم صوت موجود في الجبهه، بدهم مش بدهم يدخلوا حالهم.
بدهم يعيدوا عن هذا الصوت اللي تحدث عنه. أيوة. هل الخلاف في المشتركة أخ ماجد هو خلاف إيديولوجي مبدئي أم صراع على الكراسي؟ بلاش نضحك على بعضنا البعض، أي إيديولوجي مصيبتنا واحدة كلها يعني بعض صراع على إيش؟ على الكراسي، مفهوم على الكراسي، وأنا بتحدى كل واحد بقول لك على الكراسي وفي التاريخ على الكراسي وكانت في البيت على الكراسي وزعلوا علي بعض الأحزاب وبعض الزملاء في اللجنة الوفاق لأني بقول على الكراسي وهي هاي على الكراسي تفضلوا. وماذا يقول؟ واحد اسمعني شوي في عند المفاوضات مع المشتركة لما واحد عنده كراسي بقول لي إذا ما تطريش محل مضمون بدي تموين مالي بداله، شو معناته هذا؟ ماذا تعطي؟ لا شك أن هناك في مشكلة في النهج السياسي والخط السياسي. الخلاف هو ليس إيديولوجيا، الوحيد اللي ممكن يبقى خلافه إيديولوجيا ومبدئي وعنده خط سياسي واضح هو التجمع، خلينا نكون واضحين. ولكن حتى التجمع اليوم مستعد في هذا النهج أنه يفوت ويخاطر وما يفوت مع المشتركي. أنا بدي أقول لك شغلة، اللي كان أبو العبد هو عضو لجنة الوفاق سابقا، القضية هي قضية اليوم صراع، وخلينا نبقى واقعين، بين الجبهة والموحدة، مين بده يقود الوسط العربي؟ خلينا نقول نحط على الطاولة، اليوم الصراع هو بين منصورين، بين منصور عباس وبين منصور دهمش. وصلنا للسؤال، ماذا عن الموحدة؟ هي تعمل بهدوء ويبدو أنها المستفيدة مما يجري في المشتركة. أخرى مرة بدي أقول لك شغلة، أنا بدي الموحد يجيب 10 وبدي المشترك يجيب 10، هذا هي الرؤية تبعتي. ولكن إذا هناك بصير هناك إحباط لدى المواطنين العرب وبتتفكك المشترك سيكون له كمان انعكاس على الموحدة كمان، ده كله كان يعني بدون شك، لأن نسبة التصويت المنخفضة ستؤثر على جميع الأحزاب العربية وفي هناك خطورة على اجتياز. تعال بنا، كان هناك سؤال سأطرحه ولكن أجبت عليه عن نسبة التصويت. قبل أن نواصل هذا الحوار أريد أن نستمع إلى مقابلة مع حنان الصانع من النقب حول قضية التصويت في صفوف سكان القرى غير محامية. أيوة. أي نعم، هم يضطرون للسفر مسافات طويلة يوم الانتخابات لممارسة حقهم بالتصويت. لنشاهد المقابلة التي أجراها مراسل قناة هلا علاء أبو فواز حول الطلب المقدم للجنة الانتخابات بخصوص هذه القضية بالذات، لنشاهد هذا الفيديو وهذه المقابلة. برسالة عاجلة للجنة الانتخابات المركزية بطلب عاجل بوضع صناديق الاقتراع داخل البلدات القرى الغير معترف فيها وفق بند قانون الانتخابات 68 اللي بتحدث وبيقول انه من حق كل مواطن انه يمارس حقه وينتخب ممثليه ويكون صناديق الاقتراع قريبة جدا من مناطق سكنهم. أصحاب حق الاقتراع في النقب بشكل عام هم 150 ألف نسمة، 25% موجودين في القرى الغير معترف فيها، أي ما يعادل 40 ألف نسمة اللي هم ساكنين أصحاب حق الاقتراع الموجودين داخل القرى الغير معترف فيها، اللي للأسف الشديد صناديق الاقتراع بعيدة ما يقارب الأقل إشي بين 30 إلى 40 كيلومتر من بين سكنهم لبين صناديق الاقتراع. طوال السنوات السابقة كان تم توزيع السكان النقب الكرة الغير معترف فيها وفق سجل الناخبين في البلدات والبلدات المعترف فيها اللي هي بعيدة مثل ما ذكرت عن مناطق سكنهم. على سبيل المثال قرية الزرنوق عشيرة أبو قادر موجود لإنهم صندوق الاقتراع في تل السبع أو في منطقة عرعرة، كذلك الأمر باقي البلدات تم توزيعهم حسب عشائر وقبائل 12 عشيرة وتوزيعهم في صناديق اللي هي موجودة في الكرة المعترف فيها. أولاً قضية إنه عدم وجود صناديق الاقتراع في البلدات الكرة الغير معترف فيها هو بيؤدي لنتيجة إنه 80% من نسائنا ما بيمارسوا حق التصويت والحق الديمقراطي بانتخاب ممثليهم في الكنيسات. 80% اللي هن ما بيمارسن بعد يعني فترة، زي احنا نتحدث من سنوات 2019 كانت في مبادرات من جمعيات أخرى مثل زازيم ومثل المجلس الإقليمي للكرة غير معترف فيها وجمعيات حقوق المواطن وجمعيات أخرى، واليوم احنا مع جمعية أيضا المركز العربي للتخطيط البديل وجمعية حقوق المواطن قدمنا أيضا رسالة من طالب فيها أن يكون صناديق الاقتراع داخل البلدات بالرغم من الطلب كان دائما مستمر على سنوات عديدة، دائما كان في رد بالرفض. يعني إذا احنا صراحة
عكس ما بيصير في عندنا في روح والساحة السياسية والمشهد السياسي، إنه هنالك إحنا بنشعر بخيبة أمل، في عندنا أزمة سياسية، لكن إحنا بنتفاجأ إنه وسط نسائنا في الكرة الغير معترف فيها في هنالك رغبة شديدة إنه يكونوا جزء من صناع القرار، جزء من التغيير، جزء إنه بدهم يرفعوا صوتهم، لأنه هدم البيوت، وإحنا بنتحدث على 2900 بيت معدل بينهدم في السنة في آخر 10 سنوات، والوضع الاجتماعي وفقر البنية التحتية في الكرة الغير معترف فيها، لأن النساء هن موجودات في البلد وهم الموجودات من ساعات الصباح، يعني طول الوقت، يعني إمبراطوريتها حياتها كيانها موجودة داخل القرية، بحث النساء إنهم بدهم يكونوا جزء من التغيير، جزء من صناع القرار، فبذلك هنالك رغبة إنه صوتهم يوصل، صوت إنه ضد القمع، ضد التهميش، ضد التجهيل، يوصل على طاولة صناع القرار. مشاركة المرأة في النقب في يوم الانتخابات، إحنا عنا تغيير يعني واضح خلال آخر 3 جولات انتخابية بدأناها مع المرحوم سعيد الخرومي عضو الكنيسة السابق، اللي صرنا نحث النساء انه اختم على سبيل المثال مجموعه من النساء اللي هم بيشتغلوا على تشجيع النساء للخروج للتصويت، ومجموعه اخرى هي بتشتغل على نقل النساء من بيوتهن لصناديق الاقتراع، وايضا التعاون ما بين الناشطات المتطوعات في العمل السياسي يوم الانتخابات، ما بين السائقات المتطوعات اليهوديات اللي كان الحديث عن 250 سيارة قامت بنقل ألاف النساء من القرى الغير معترف فيها لصناديق الاقتراع، طبعا بمبادرة ناشطين يهود، وأيضا المجلس الإقليمي، وأيضا مؤسسات وناشطات محليات عربيات بدويات. وجود مرأة في الأحزاب العربية، وأيضا قضايا النساء على أجندة الأحزاب العربية، مهم جدا لتعزيز وتنمية ونهوض مجتمعنا. يعني إذا بنتحدث تاريخيا قضية القرى الغير معترف فيها وهدم البيوت وقضية برافر، إمتى صار في تسليط ضوء على قضيتنا؟ لما خرجت النساء للمظاهرات، لما صارت صور صوت المرأة موجودة في كل منصة محليا ودوليا، صار في هنالك إبراز لقضية القرى الغير معترف فيها وسياسة الهدم اتجاه القرى غير معترف فيها. أنا بشوف إنه نسائنا قادرات يكونوا ضمن صناع القرار، وأنا شايفة بالذات في النساء من القرى الغير معترف فيها، لأنهم أجوا من لب المعاناة، بيقدروا يحكوا عن قضيتهم ويقودوا ويناضلوا بقضيتهم بشكل جدا ممتاز، وممكن يوصلوا إنجازات كثير كبيرة إسوة، وأيضا بالتعاون أيضا مع الرجال المحليين القياديين. أولا أتوجه للنساء اللي في النقب، رغم إنه كل الخيبات الأمل اللي إحنا شعرت فيها من سياسات الحكومة، وأيضا من المكناكفات اللي بتصير بين الأحزاب العربية، ما زال عندنا الأمل. إحنا متعودين إنه إحنا صامدات صابرات، وإحنا بنسعى للتغيير، وإحنا بنصنع الأمل، فاصنع الأمل مجددا وأخرجي للتصويت وخلي صوتك. هذه المقابلة كانت مع الأخت حنان الصنع، ما رأيكما بما سمعتموه في المقابلة أخ نمران؟ بدون شك أنه ما شاهدناه من الأخت حنان الصانع مشكورة، هي مبادرة فردية وشخصية، هناك بما في هناك فشل في العمل في التمثيل السياسي الوسط العربي، هاي المبادرات يجب أن نعمل فيها أعضاء كنيسة العرب بكل الوسط العربي بكل على ما تقول. بدون شك أعضاء كنيسة العرب، اسمح لي أبو العبد، أبو العبد ممثلين يا عمي، ممثلين وين أعضاء كنيسة العرب؟ عدة قضايا يعني من شغلين هم في أمور تافهة، في أمور يعني مع احترامي لهم، بدون شك أن الصراعات الموجودة اليوم هي تأتي على حساب شعبنا، على قضايا من النوع، قضايا مبدئية أساسية للإنسان العربي اللي بده يدلي في صوته ويأثر. يعني إشي غريب في 2022 أخت من النوع المحامية حنان صالح طالب أنه صندوق الاقتراع يكون في البلد، أشياء أساسية، أشياء بسيطة جداً، وين القيادات؟ وين تمثيلنا في الوسط؟ ماذا يقول أخ زميلك أخ ماجد؟ تفضل. طلع نفس الشيء زي ما تفضل، هو اليوم هذا الأمر بتعلق في لجنة الانتخابات المركزية، ولجنة الانتخابات المركزية مكونة كل الأحزاب، من جميع الأحزاب كلياتها على القوائم العربية اللي هم اليوم 10 أو في شكل ممثل في لهم منك موجودين حسب الحزب كلهم صوت، ليش مبادرات شخصية؟ هذا الشيء يصير، وبعدين ما مش مشكلة، يعني ممكن يكون في هناك صناديق متنقلة، يعني أنا بعرف في زمن نقابة المعلمين لما كنت فيها، فكنت معلم قبل كم سنة، كانت تتنقل صندوق من صندوق ورجت من بلد لبلد، وهنا يجب أن يكون صناديق إما متنقلي أو تكون مثلا يفتحوا صناديق في كل بلد، يعني كل محل فيه أكثر من 300 صوت أو 400 صوت تكون فيها أنت موجود هناك، حتى السفر نقل، مش لازم الأحزاب، يعني هو الأحزاب رايح تقوم في نقل هذه الأصوات إلى مراكز التصويت، ولكن يجب أن يكون
يعني زي ما في إيجد كانوا يعملوا بعرفش اليوم يوم انتخابات يتنقل واحد من محل من محل لمحل يروح مشان يصوت على حساب إيجد ببلاش. اليوم نفس الشيء على الحكومة إنها أو لجنة الانتخابات أن تكرس وسائل نقل لتنقل هذول السكان إلى مراكز الاقتراع. ليش كلهم الأخبط كل لنبقى في النقب يعني سمعت الملاحظة مهمة اللي ذكرتها، لكن دعنا نبقى بالنقب. برأيكما هل ستحوز الموحدة على الدعم والزخم اللي حصلت عليه بالنقب بالانتخابات السابقة؟ تفضل أخ ماجد. أنا بحب أقول لك أول شيء، أنا لست ممثلا للموحدة ولا للمشتركة ولا شيء. الموحدة دلالة على أنه صار لهم شهرين من يوم المؤتمر وتركيب القائمة تبعتهم، هم قاعدين وبيشتغلوا من بيت لبيت، والباقي بعدهم مش عارفين شو هم. زي ما احنا شايفين انه كل حزب من المركبات الثلاثة للقائمة المشتركة كل واحد بيعمل وين بيت في النقب، هذا ما تقول في النقب بيشتغلوا من بيت لبيت، هذا ما مين تقول مش بس في النقب وفي المثلث وفي الجليل، وبيشتغلوا على ساكت وبدهم مش يعني هذا اللي متفائل يعني، وفي اتصالات معهم وفي بسمع منهم انهم بيشتغلوا ومتفائلين جدا 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 متفائلين. لكن للاسف الشديد زي ما تفضل هنا انه التراجع بيكون تراجع على الكل، يعني اليوم السياسي اللي احنا بنسمعها والتصريحات اللي بنسمعها من كل الاطراف المركبات المشتركه انه قاعده بتعمل احباط عند جماهيرنا العربيه. احنا بدنا نعمل شيء نعطيهم ثقه فيهم، واحد من كنتين يعني بكلهم يعني، يا هل القيادة هي اللي فشت ولا الشعب في شيء؟ يا بنغير الشعب يا بنغير القيادة. وماذا ما هو رأيك؟ هذا بكون استمعنا لرأي ماجد. تفضل أخ نمر، ما هو رأيك؟ هل ستحصل على الزخم الذي حصلت عليه في الانتخابات السابقة؟ أخرى مرة كمان هذا مربوط بنسبة التصويت. أنا بقول لك المواطن اللي يهدم بيته في كفر قرع امبارح، والإنسان اللي قتل ابنه امبارح في باكا الغربية، ما بهمه هاي الصراعات على الكراسي، ما بهمه إنه مين يكون يعني في أول القائمة في آخر القائمة. أنا بهمني هنا ناس تهتم في حل قضايانا، البوصلة تتوجه لحل قضايانا. بدون شك إنه اليوم الإحباط موجود في الشارع العربي سينعكس على جميع الأحزاب، حتى لو صارت المشتركة. أنا بقول لك وحتى لو الأربع أحزاب فاتوا المواطن العربي محبط. هناك قبل يومين كان مصادقة من حكومة هذا الإنسان اللي بيقول عنه يساري لبيد، 1324 بيت استيطاني في جبل أبو غنيم، بؤر استيطانية في عبلين، انتهاكات للأقصى في عيلبون، انتهاكات للأقصى. احنا بنلاحظ شو بيصير بالضبط. كل هذا ليش اسمح لي أبو، بدل ما احنا نوجه هنا كل قضايانا كل همومنا التمثيل العربي هذاك الناس العرب لمعالجة هاي القضايا، لو مهتمين احنا طحن حكي ولا طحن وقت. يعني المواطن العربي مش غبي، المواطن العربي يعيش، هذا يهدم بيته وهذا يقتل ابنه وهذا الوضع الاقتصادي صعب. هنا نريد من يعالج قضايانا، مش احنا بدنا شخص المرض. تحدثت عن الوقت، وعلى ما يبدو الوقت في يعني بقرب الانتخابات على ما يبدو سيفيد ربما أيلة شاكيد اللي اعلن اليوم الجاسوس الاسرائيلي بولرال عن دعمه لأيلة شاكيد. سمعته شو حكى؟ هل هذا الامر سيساعد شاكيد باجتياز نسبة الحسم؟ مش كيف عم نشوف التوقعات بالاستطلاعات انها بتنفذش نسبة الحسم، لكن حسب رأيك ستنفذ نسبة الحسم بعد بولرد، بعد اقوال الجاسوس الاسرائيلي بولرد؟ سمعت اقول لك الفرق بينه وبين الشعب اليهودي، الشعب اليهودي كلياته عارف شو بده، في شيء متفق عليه بين كلهم، بين اليسار وبين المركز وبين المستوطنين وبين كفير وبين نتنياهو وبين فيه اللي هو امن اسرائيل. و يعني هاي هذا الشيء اللي فيش عليه جدال، يعني ما قدرش حدا يسوي فيه استيطان وامن وعدم حل القضيه الفلسطينيه، هذا متفق عليه تماما. هسه شو بيمثل هذا الجاسوس اللي الاسرائيلي اللي كان في بولندا، هذا شو بيأثر؟ شو بيزيد عليها؟ ما اعتقدش بيزيد عليها اي شيء. اما هذا الشغل بجوز انه في اتفاق من وراء الكواليس بين نتنياهو وبين شاكيد، لان شاكيد محله لازم يكون لا هي مع لبيد ولا ما هي حتى مع بنت اللي هو كان معها، بتكون مع نتنياهو. هسه انه هو بيقدر يجمع حواليها هذا الشخص وبرضه قياده ثانيه حتى تعبر نسبه الحسم، لانه معني فيها تعبر نسبه الحسم، يعني بده يعني اكثر من هذا. ولكن اسمح لي شوي بس في كلمه بدي اقولها قبل ما تسمح لي 20 ثانيه لفارس. ايوه اسمح لي فارس، اليوم الطمع فينا في الوسط العربي لانه فشل التنظيم، التنظيم اللي كان في سنوات السبعين كانت الجبهه في وقتها في توفيق زياد لما صنعوا يوم الارض بوقتها كنا منظمين لما كنا نطلع كل ما نطلع مظاهره تطلع الالاف وعشرات الالاف، لما يكون في اضراب البلد كلها تضرب. اليوم عدم التنظيم اللي عندنا هون موجود للاسف الشديد، هذا الفوضى اللي موجوده عندنا وهي الايد اللي فايته علينا. تفضل اخ نمر،
تعقيبك على موضوع انه الجاسوس الاسرائيلي بولرد اعلن دعمه لشكل هل ستعبر نسبه الحسم؟ يعني احنا نرجع للماضي، مين اللي حرر وجاب بولرد للبلاد؟ نتنياهو. مش معقول بولارد يجي يصرح تصريح انه مش منسق مع نتنياهو. هدف نتنياهو اول شيء اذا بنلاحظ انه نتنياهو فعلا هو زعيم منهيج ماسك 59 و 59 لليمين اللي هو ماسكهم قبضه حديد، صحيح؟ نظم سموتريتش وبن جفير 59 مقعد اليوم اللي بنطوه لليمين بقودهم اليوم نتنياهو. بنبنا بنيامين نتنياهو بنتنياهو احنا بالوسط العربي احنا بنحصل 20 مقعد، ولكن ما في عندنا هناك هيئه زي اللي كانت لجنه متابعه تنظم هذا العمل او لجنه معينه زي لجنه الوفاق اللي كانت، ما في عندنا تنظيم، احنا ملتين بصراعات جانبيه والبوصله أيها. الاساسيه اللي مش لازم نوجهها للاتجاه المناسب حسب وجهه نظري. هذا عبور نسبه الحسم شكيد يتعلق في بنيامين نتنياهو. اذا نتنياهو بنتضوء اخر يعني هو وبوجه الانتخابات اللي فاتت اعتقد هو اللي نجح سموتش او بن كفير، ما هو دعوته كل وحدهم هسه هو لا هو انا اعتقد انه نجاح شكيد واعتقد هذا في مصلحه نتنياهو لانه شكيد هي اللي بتايد الانضمام لانه هندل ضد، ولكن اليوم هندل نزل الطون شوي. ايال شكيد كل الوقت كانت تغازل الليكود ونتنياهو، واعتقد انه نجاحها في يد نتنياهو، نتنياهو عنده القدرة أنه يخليها تعبر نسبة الحسم. بهذا الحديث شكراً لكما الناشط السياسي ماجد صعابني، كنت معنا هنا بالاستوديو وعضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي العربي الأخ نمر غانم، شكراً لكما على هذه المداخلة. لنخرج لفاصل.